اهلا وسهلا بكم في صبرير. اكا حكايه هجره الافارقه لتونس سايا يا جماعه، رفع الستار وكشف المستوري، بالي ماسك بالي ماسك، لقد سقطت الاقنعه واكتشف وانكشفت خيوط اللعبه. فقنا بها العصابه بتاع الحراقه اللي يجيبوا في الافارقه لتونس باش يبثوا الشوشره واثاره البلبله في البلاد وتهديد الامن العامي. فقبل حد الملعوب راه ودايره، لا حاكم لا جهاز استخبارات لا سفارات لا زمار. اخوي جريت الشروق، جريت الشروق هي اللي فقت بيه وكشفت الملعوبي. اي نقلت الاحاديث عن الجماعه اللي حكيتها معها. مال اخوي ناس تخدم على رواحها راه وتتبع وتعاين خوي وتحلل. لا وين مهبطين خوي، عنوان بالبنت العريض بالاصفر الفاقع في السقف نتاع الورقه الاولى للجريده، النهضه واطراف اجنبيه وراء مخطط التوطين. سكر الدوسي خويا ورفعت الجلسه. فالحديث لا لا ما تقوليش شروق قالت خويا، حتى انا ثم نائب في المجلس قال انا راه حكايه التوطين راه باش نعملوا لجنه في المجلس هكايا وباش نبحثوا ونشوفوا ونعرفوا شنو هي حكايه الاستيطان هذه وكذا. قالوا له لا لجنه لا شيء، النهضه اللي تجيب فيهم راه هاك مكتوب في الجريده. شبيك راه كواترو معلق هكا في الصفحه الاولى بتاع الجريده فون اكحل وكتيبه صفرة بوليس 96 ماليه الصفحه تزيدها تيندا تولي حنوت تاع شباتي. اخويا عباد اجتهدوا راه وجابوا المعلومه، اش تحب اكثر بابا؟ بالدليل راه مش لاعب. يهمني في فحوى المقال يا راجل بالاقل واقرا المقال. الهدره موجوده في العنوان والدوسي تسكر. جاي قال لك علاهم يقراوا مقالاتهم التوانسه. في بالي بفحوى المقال. فاطمه المسدي، فاطمه المسدي قالت لك جمعيات نهضويه تخدم في التوطين من عام 2017 وتتلقى تمويل اجنبي. فوالا محسن النابتي بتاع الطيار الشعبي قال لك 300,000 افريقي قادمون من ليبيا وتونس غير قادرة على استيعاب اللاجئين ومستغرب من فكرة إيوائهم في نزل، وقال هناك منظمات مستفيدة من الوضع وليس لها غاية سوى الكسب المادي. أو صحيح خويا، ومختص في علم الاجتماع زاد جابوه قال الفارقة جنود احتياط لإحداث الفوضى متى أعطيت لهم الأوامر للتنفيذ. نسيبوا الكلام المهم هذا الكل ونعلقوا تيندا النهضة وأطراف أجنبية وراء مخطط التوطين، ويتسكر الملف ونبركوا أجمعين كاكا نهار اللي تعطى لهم الاوامر للتنفيذ. والعب العب بعد تقول حانوت الجرايد مسكر. اخويا انا تو عرفنا شكون يجيب فهم ما يسالش. ها مهم بالطبيعه. ها فاطمه المسد عطات الامور الكل. ها وحركه النهضه قال لك تطلع فيها معاري ولبس. انت سامع بها انا الحكايه من قبل راهو سامع بها غير شمت انا نحكي وكذا من راسي نجيب قام تو نحكي تو خويا وراسي عاد. وقال لك العجمي الوريمي، العجمي الوريمي من عام حركه النهضه فاقوا بهم خبي 10 افارقه في الدار. اي خويا نعم 10 افارقه فيهم خبي. صاحبي يخدم بلومبيي قال لي مشيت باش نركب له لافابو نلقى 3 افارقه مخبي في بيت البان. يا العجمي قلت له شكون الجماعه؟ قالوا ولاد خالي جايين يصيفوا بحدي. يا العجمي جايين يصيفوا في فيفري؟ اي قال لهم باش يصيفوا في باليرمو. ناس قاعده تخدم في الخفاء راه ونحمد رب نحمد ربي ثم شكون فاق بهم كيكم المال وراء كل متامر جريده راه معروفه الحكايه راه شبيك مال ناس خرجوهم من الحكم باش يسيبوه لك بالسهل هكاك. اش بيك يا راجل؟ تعاري ولابس فارقه على امريكا اللاتينيه على بنغلاديشيين على اوكرانيين الكل جيبهم لك لهنا خويا وطنهم لك خويا باش يخرجك انت من الحكم. مالا اش بيك؟ ومن بعد تو تصرف تو صرفوا فيها بمعرفته. يا خويا اسمع اللي به فائده تو عرفنا اصل العل. حركه النهضه هي اللي تجيب فيهم باش يثيروا البلبل، والعجمي الوريمي هو اللي خلص فيهم. اه قال لك حتى من الديار عاطيهم الديار. اش بيك؟ مالك سمع بها الحكايات راني من قبل غير راني حاشم كل 4-5 افارقه قال لك عطيهم اس بلس 2 معناتها حركه النهضه. دي مره وقفوه دوريه العجمي الوريمي يسوق في كار وراه 50 افريقي من الاجصيين. قال لك قال لهم جايبهم راني في رحله لصفاقس ومن بعد روح بالكار فارغ. قالوا له وينهم؟ قال لهم هكا يبحروا في الشفار. اه خويا اختار كبير راو كان يدور ونحن لا في علمنا لا في درانا. دي رفيق عبد السلام مجبود الراجل في اللعب شدوه بالكمشه. ها رفيق عبد السلام الراجل قال لك دولار ليه ودولار للافارقه. مال دوفيز يبعث فيها العجله الافارقه باش يصوتون في تونس. قبلت مره واحد افريقي قال يرحم والديه رفيق عبد السلام حتى من الحليب باكوات المقطوع في تونس يبعث لنا فيه من الخارج. غير استوطنوا قالنا غير استوطنوا برك انهاكش حتى من البسيسه يبعث لنا فيها بالوسط. يا اخي جريت الشروق بلبست لنا للقاعده. هاك فاطمه المسدي فرشت الكوارت اش نعمل؟ حاسين يا جماعه المهم فهمنا سبب العل. لا وزاد الشباب يشفي الغليل. حركه النهضه واطراف اجنبيه هم اللي يجيبوا في الافارقه يستوطنوا. تو حركه النهضه عرفناه هو الاطراف الاجنبيه شكون؟ لا قال لك شد قال لك تو في حركه النهضه الساعه والاطراف الاجنبيه خويا شيمك فيه؟ شيمك فيه؟ هات الساعه نقمروا في حركه النهضه. الاجانب يا خويا هل تو تجيب تبيعت؟ شي يا اخي باش نبلبسوا علاقاتنا الدبلوماسيه نحن زادة ما قال لي صاحبي انا قال لي شوف كي يبدا عندك الدوسي مش لاقي له حل
ارمي سميتك على عدوك وسكر الدوسي وارتاح. ايه قلت له هكا يتسكر الدوسي صحيح، اما المشكله يقعد ديما قايم الذات. قال لي المشكله ذاك حلوا من بعد يا ودي بينك وبين روحك، المهم ارمي الصميته وارمي اللوم على الغير باش العباد تتلهى وتكبش في الغير، وانت وقتها تنجم تتفاضل دوسيك في عقلك، وكان ربحت هاك بطل، وكان ما ربحتش هاك الغير يهز السطل. مش هكا خير؟ هكا خير قلت له، وانت من خيار الخير وانا هاني صابر وبرا. سابرايار سابرايار.